بقلها للمرأة اللبنانية ما في شيء واقف بوجهك، وما تحطي قدامك قضية بخسر أو بربح، قربي كوني قوية، ضلي ناضلة وما تيأسي. اف اوكي، هلا اول شيء عم بدي استبعده من الحديث هو انه نروح على المحل اللي بيقول انه شوف الرجال بس حكموا شو صار، سلموا الحكم للنسوان. السلطة السياسية الموجودة اليوم المنظومة ما بتشجع النساء في مركز القرار، ما بتعطيها فرصتها. ايه تعرضت لكتير اهالات، تعرضت لمسبات، بيروحوا دغري على الشخص على المرأة، لأنه بس بدهم يحكوا عن المرأة بيروحوا على الشخص، بيروحوا على جسدها. هلا ليك حيلا انتصار صغير هو انتصار بالنهاية، ما فينا نخفف من قيمة أي ستب عملناها لقدام. مزبوط إنه الأعداد يلي موجودة اليوم بالبرلمان للمشاركة النسائية لازالت ضئيلة، ولكن تحسن، صار شي تحسين. تاريخيا اللي كان يصير بس نشوف نساء بمجلس النواب كنا نشوفهم بحالتين، أو امرأة ورثت عن رجل أو هي بتقرب رجل ما، إذا حطتها على اللوائح ما بتعطيها أصوات تفضيلية إلا إذا كانت أخت زوجة في شيء عائلي، وهيدا منه تمكين للمرأة، هيدا ضرب للمرأة. أو كنا نشوف امرأة ورثت عن رجل وتحمل الإرث لرجل آخر، يعني معقول نشوف امرأة بالمجلس لأنه ابنها بعده مش كبير، خيّة مش كبير. الأحزاب اللبنانية الحالية هل تعتبر مساحة آمنة للنساء ليشاركوا فيها؟ الأحزاب اللبنانية منا مساحة آمنة للنساء، والدليل هو البرلمان، البرلمان ليس مساحة آمنة للنساء. المرأة تترشح اليوم على البلدية أو على النيابة أو على أي موقع قرار بدها تعمل معركة، بدها تعمل فايت، حرب. للأسف يعني عم أقول هيدا الشيء، ولكن مش فقط بلبنان، في كذا دولة كمان غيرنا. يعني بتشوف شو بيتعرضوا له النائبات، أنا تعرضت له قبل من 2018 بشكل مستمر، بشكل بس يمكن ما عملت منه، يمكن كان لازم أعمل منه قضية أكتر، اللي شافوه الناس شافوه على التلفزيونات. أنا ما كنت نقول شو كنت أتعرض له، لأنه كنت مركزة على الموضوع التشريعي، وعم جرب أقول أنه مش أنا أبداً ولا مطرح الموضوع أو القضية، التركيز هو ناس وحياتنا وكل ذلك. فكنت التنمر، ذكورية، كل هيدا الكلام السكسست أحياناً كنت أطعب بأقل أضرار ممكنة، وكان ضرب التركيز هو بالسياسة. الدراسة كمان استطلعت لحتى تعرف شو هن الحواجز يلي بيواجهوها النساء، إن كان ليترشحوا أو إن كان بوصولهم لمقاعد بالحياة السياسية. من أبرز الحواجز كانت تحديات اجتماعية، تحديات متعلقة بالنظام السياسي الطائفي اللي موجود بلبنان، تحديات متعلقة بالماديات. لكن بزعل إنه لبنان اللي نشر الحرف لكل العالم، ولكن بقلب لبنان مجتمعنا ايه بعده كتير ما عاطي حقها للمرأة. بلبنان كان في حراك نسائي ومن ثم نسوي، وحراك مدافع عن حقوق النساء ناشط وجميل. شفنا دخول الامرأة اللبنانية، يعني اول امرأة لبنانية شاركت بالانتخابات النيابية كانت بنت حدا استشهد، وصلنا نشوف على مثل هيدا المثال كتير، ما شفنا اي خطوات جديه قاموا فيها عبر التاريخ. صحيح، هيدي وحده من المشاكل الكبيره، انه لحد هلا بنقول لهم يجب اقرار كوتا، بيقولوا لك لا الكوتا مهينه، المهين هو وضع الحاله. النساء كانوا كثير ناشطات بالحراك، كمان النقابه، النساء بمساله التصويت كان في حضور للنساء، وكان عندهم يعني حتى لو انه مش حضور بمجلس النواب مراكز القرار، بس كان عندهم حضور لحراكهم، وهيدا الشيء شئنا ام ابينا مستحيل ما يكون اثر بتاريخ هذا البلد وبمسار بالمسار التاريخي. ما بعرف ليه الاعلام ما بيدعي المراه تيسالها عن النفط، تيسالها عن الاقتصاد، تيسالها عن الوضع المالي، تيسالها عن الصحه، تيسالها عن هيدا ما بعرف ليه، بس بتلفن لها بيسأل على الأسس البروتوكول، على شؤون المرأة فقط أو شؤون الطفل. دراسة استندت على شغلتين، استندت أول شيء على انترفيوز انعملوا مع أشخاص تم هن ينشحوا نفسهم عن الانتخابات، واستندت على استطلاع عملناه مع الناخبين اللي هن الفوترز اللي بيصوتوا بالانتخابات النيابية. يعني اليوم عندنا 8 نائبات موجودين فقط بالمجلس النيابي، عندنا فقط وزيرة واحدة بلبنان تحديداً.
بعدنا لهلا عم نحكي بنفس الحجم من الحضور، حضور النساء بالبرلمان، يعني بيزيد بسنه اثنين بينقص اثنين. هيداك المجلس كنا ست نائبات ونحن بهيدا المجلس ثمانيه. هلا في سنوات شفنا ارتفاع كبير بعدد المرشحات اللي هو مثلا بال 2018 بالنسبه للعدد يلي اذا بدك ترشح الانتخابات النيابيه اللي هو كان 1043 شخص، من ضمن هال 1043 في نسبة 15% هن النساء فقط. بس ما شفنا بالمقابل ارتفاع كبير بعدد المنتخبات. أعداد الترشيحات اللي صارت من قبل النساء بلبنان هو عدد جدا واطي وجدا منخفض. ونحن من 1953 المرأة أخذ كل حقوقها، فبس يكون عندك جانح واحد منه فعال ما بتطير ما بتتقدم. فسؤالك بمحله، أهمية وجود المرأة بصنع القرار بتساعد لبنان يطلع من أزمته من مشكلته. وقت نحكي عن تحديات اجتماعية منكون عم نعني النظام الذكوري الأبوي اللي موجود يلي هو دايماً عائق، العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف ضد النساء يلي هو فيه يتشكل بطريقة جسدية نفسية أو حتى سياسية، وعنا أكيد التشكيك بقدرات النساء أو بقدرتهم على أنه يكونوا عم بيمارسوا هيدا العمل السياسي بطريقة بتساوي ممارسات الرجال، وهيدا الشيء أكيد صورة نمطية متصلة بصورة نمطية الخاطئة. بحكم هالقد طويل ما عم قول الذكور فشلوا، ولكن الفكر الذكوري فشل، الفكر الذكوري والفكر الأبوي، ومتى ما نقول فكر البطريركي، وهلأ كمان يفهمونا غلط الجماعة اللي ما كتير تعرف الفرق. اليوم ايه هيدا الفكر فشل لانه بيشتغل بلون واحد بطريقه واحده بتوجه واحد عم يلغي الطرف الثاني، فانت مبلش حكمك بالغاء طرف من اطراف المجتمع. القوانين بتاثر على تفكير الشعب، القوانين تؤثر بكل شيء. انت اليوم بدك قانون لاي موضوع اللي كان، من اصغر شيء بدك تغيره للنظام كله يمر عبر البوابة الرئيسية اللي اسمها البرلمان. تقدم اللبنانية واقف اليوم عند القضاء، بدنا قضاء مستقل يساوي كل اللبنانية مثل بعضهم، يكون عادل. مشان هيك بس يكون عندنا قضاء عادل للمرأة بأمان. فمثلا فهمنا للفهم الذكوري كمان هيدا، لا معنى الأمن متصل بالسلاح وبالحرب وبالعسكر، هيدا اللي بتجي النسوية بالمقابل منقول انه لا، فهمنا للأمن مفروض يتوسع ويطال أمننا داخل بيوتنا، أمننا بالشارع. هل في أي قوانين؟ في حكي عمره سنين وسنين وعقود وعقود لحد هلأ ما في فعل. وأنا برجع بقول لك، من دون إقرار الكوتا ومن دون ما يصير صوت المرأة وازن ما رح يكون في توازن. مش بس عم بحكي بالأمور المتعلقة بالأسرة وبالمرأة، بكل شيء. هيدي المشاركة هي حق وهي لها تأثير بمطرح ما ديسربتيف. التطوير القانوني هيدا لا، يعني لا، ما في مجال إنه نقول إنه مش أولوية وإنه منحطه على جنب لحد ما المجتمع يتطور وما بعرف شو، أو العكس. في أشياء بدها تمشي مع بعضها، في عمل سياسي كل ما كان منظم أكتر كل ما كان بصب محله أكتر. اليوم إذا عم تسألني عن وضع المشاركة النسائية بلبنان أو وضع مشاركة الإمرأة بالحياة السياسية، في عوائق كتير، منها اجتماعية منها سياسية منها متعلقة بالعوائق المادية إلى آخره. نحن اليوم بتخيل المجتمع صار بمحل معين بيتمنى يشوف كانديدتس نساء، ومن ريزولتس البول اللي شفناها في جهوزيه، في قبول للعنصر النسائي بالحياه السياسيه بلبنان. والمراه واصله، وبقول للمراه ناضله، نحن حدك، نحن مع بعض، ما بيموت حق ورا مطالب. بقول للرجل انت الداعم الاساسي للمراه، خليك حدها، مع بعض نقدر نبني لبنان ونبني الدوله المدنيه اللي بتشبهنا انا وياك.